قصة وأكيد أحلى جمهور. بونسوار لكل مشاهدينا. لازم بلش أحكي. على مدى 61 سبت نطرتونا، وأنا كمان كنت أنطركن. وبدي أقول لكم إنه بموعدنا السبت الساعة 8:30 الام تي في وهيك منغني ومايا دياب، ما حدا قدر يزحمن على ولا تلفزيون. هيدا كله بفضل محبتكن ودعمكن لإلنا. وبعرف انه ضيوفنا كانوا كمان مميزين لحتى انتم تكونوا هالقد بتحبونا. بس كل شيء حلو بالحياه له وقت وبيخلص فيه، وهيدا هو يمكن اصعب وقت، انه فارقكن ونروح كلنا على صيفياتنا وعلى اشغالنا وعلى حياتنا. بس الفرق انه هالاخر سهره اللي عم نقضيها الليله هي اول سهره من سهرات صيفيتكن انتم مشاهدينا. كرمال هيك ضيفنا لليله بيتميز بنجوميته، بيتميز انه هو الشاب الوسيم الاول اللي اجتاح العالم العربي، لبنان ومصر، بوسامته، بنجوميته، باغانيه، بافلامه وبكل اعماله. اذا ضلينا نحكي عنه يمكن حلقه او اثنين ما بتكفي. النجم العربي الاول وليد توفيق، اللي ما في نقول له الا انزل يا جميل على الساحه، اللي ما في نقول له تيجي نقسم القمر، اللي بدي اقول له انه هو ضيف اكيد مميز لحلقه مميزه. المطرب اللبناني والنجم العربي الاول مين؟ وليد توفيق. العظمة دي كلها اه يا جميل يا أمال، ايه العظمة دي كلها اه يا جميل يا أمال، وتخطر جنبي وتبتسم ويدوب قلبي ويتقسم، تخطر جنبي وتبتسم ويدوب قلبي ويتقسم، وأما اندهلك تترسم تفضل.
استاذ وليد، قد ما بدنا نزقف وقد ما بدنا نحكي طول عمرك بطول الحكي والزقيف، بس تبقى انت الاكبر ونجوميتك الاكبر، وهذا الشيء انت بتعرفه. طول عمرك تركت عنا تاريخ فني كبير وحافل باحلى اغاني منرددها اليوم ومنفرح لما بنسمعها، هيدا الاهم. طول عمرك وقطعت على اجيال، مع انك بعدك شاب عم كذب. لا قصدي اطشوها اطشوها لا بس خليها بالعكس. مايا انا بدي مسيكي مسي كميل، مسي هالجمهور الحلو فعلا من كل قلبي، واللي عم يشوفوا هيك منغني هالبرنامج اللي مكسر الدنيا الحمد لله. مرسي. الله يوفق الفرقه الموسيقيه كمان وختامها مسك مع حضرتك. بدي اقول لك طول عمرك يا رب. هذا شرف لي يكون معكم الليله. مش المهم تنجحي، المهم تكملي بالحياه. صح، المهم انك تكملي بالحياه. فانا اليوم سعيد اكون معكم. مرسي. وانا كثير مبسوط بهالشباب لانه معنا اساتذه وجوه كمان جديده الله يوفقهم. ومع مايا هيك منغني. كميل. بس لازم اقول كميل كميل حبيب قلبي، قديش انبسطت بحياتك انه انت جيت كمان على السينما بوقت من بعد العصر الذهبي تبعها، يعني دغري عبد الحليم وشاديا وكل كبار مصر اللي كانوا يمثلوا ونحبهم، وفات وليد توفيق وخطف انظار كل الصبايا. الحمد لله. بس ما نسى يخطف احلى صبيه بالكون واخذها ست جورجينا. لازم نقلها بمصوار الليلة. مصوار لأنه اليوم حلو أنه يكون في ببيتك وأم عائلتك السيد الأجمل اللي تقارن فيها كل جميلات العالم ولبنان. حبيبة كبيرة، قد إيه أنت محظوظ؟ كتير. ونحن أكثر لقلتها بعد الليلة. مرضي مرضي. عنا حديث كثير ومطول نتحدثه بالحلقه اكيد. حبيبي حبيبي. وكل شيء عبالك تقلنا اياه فيك تقلنا اياه. انا اليوم معكم. شو بدك عيط لك؟ احلى شيء ايه وليد. وليد احلى شيء. وليد ولوده ولود. لا لا وليد وليد. وليد اوكي وليد. وليد رجعت لك لانه هلا عرفت انه قرابتك معنا. والاستاذ بس تخبرك انه شغل بيجمعنا بهيثم، هاي مش اول مره بيكون معنا بهيك منغني، وصداقة بتجمعني فيه كتير ومنتلاقى كتير، بس هيدا السر ما خبرني عنه ولا مرة. مفاجأة اليوم. مفاجأة عن جد. بدي أقول إنه وليد توفيق بيكون ابن خالته لهيثم، أو أنت ابن خالته لوليد. هيثم كمان حضرتك ملحن، صوتك رائع، كمان أغانيك نعرفها كلها ومنرددها لكثير من الفنانين اللي رح نسمع لهم الليله اكيد اغاني. منهم ابو الوليد كمان. اكيد. اول شيء سعد مساكي. اهلا. انا بونسوار. انا بدي اقول لك انه انت ما تقول لي بعد هاي المعلومه ما بعرف. لا انا عارف انه رح اوعك انت هلا بعد من شوي، بس لا عن جد بدي احكي شيء كثير مهم بحياتي، وهيدي بصمه بتاريخي الفني. هي عم اقولها مع كل اللي عملته بتاريخي، بعتبر انه هاي الطلعه انا وابو الوليد هي من اهم الطلعات اللي طلعتها كتلفزيون، وهيدا حبيبي. شرف الي وسام بعلقه لاولادي. حبيبي يا ابو زياد. حبيبي. وبتشرفونا اثنيناتكم. هيدا وسام، وسام وشرف، لانه مش عم نبيض وجه. انت بتعرفي صار لي زمان بعرفك، ونهار قلت لك انه في قربه بتجمعني انا وانا واستاذ وليد. مزبوط. بس هذا شيء ببكي، يعني شيء بفرح. هلا شو بدي اقول لك؟ هلا الايام جايه ان شاء الله في شيء جديد انت ووليد. اكيد في انا ووليد دائما هلا اذا بدك. او احنا ناطرين ان شاء الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. بدي اقول بونسوار لانور. هاي انور. كمان انور مش اول مره بتمرق على هيك منغني. صح. واكيد شفنا اعمالك الجديده واغنياتك. أكيد. طبعا انت هلا ببدايتك عم تحضر لكثير اشياء، في شيء جديد قريب؟ اكيد انا راضي، يعني نزلت اغنيه مؤخرا اسمها كرهيني على الاسواق. وعم بتم تصويرها كليب من الله راد، ومني قلبه مع الطريق ان شاء الله. نتمنى لك كل خير. ميرسي لك. بونسوار ريمي. بونسوار مايا. استوديو الفن مجتمع الليله على فكره على البلاتو، عارفين انه كلنا من استوديو الفن باي ذا واي. هي مسيو انت اللي عامل حالك مش سامعني. هي لقلك شيء. لا انا عم فكر بكلامك، عم بسمع، افتكرتك عم تطلعي هونيك. ايه. انا مش بس استوديو الفن، انا نحن الحلقه بصراحه اقل ما ينعمل لنجم مثل ابو الوليد. طبعاً. لانه نحن كلياتنا هون من معجبين، واول اكيد. وثاني شيء هيدي الحلقه هي عباره عن تكريم، انا بعتبرها
اقل شيء ينعمل للاستاذ وليد. كلنا رح نغني لك الليله صدقيني. ايه بقى الكل ان شاء الله تلحق انت تغني لنا. انا وعدتك وفيت بالوعد. روعه. وعلى فكره انور من الاصوات اللي بحبها وحنلحنها ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. وانا بتمنى التوفيق من كل قلبي حتى الي الشرف يعني. الصوت اللي معنا وكمان صوت جميل جدا ريمي. يعني بدل ما اقول لك بونسوار ورحب فيك استاذ وليد عطيك احلى هديه بالترحيب، كرمال هيك رح اقدر انا بضمير مرتاح بلش الحلقه. لازم، لان هي الحلقه بتبلش على فكره، بلش نلعب. اربع اغاني نعزفهم، يعني مش انا طبعا، الويت سيامار يعني الشباب الف هادي بونسوار. ومنبلش مين بيحذر بيوقف وبيغني. هلا وليد اليوم اذا ما وقف معلي في غني وياخذ العلامه. بس انت لا قوي الليل. رزق الله ايام الماضي ليلي والبال الماضي. رزق الله ايام الماضي والليل في والبال الماضي. كان الامل هيتل النار نسلق نسلق ليل نهار والكرك تجمع زوار سوي قامة تهب النار. ارحم ايامك يا جدي شو تبقى بيتوتي وجدي ستي تخبز عالتنور ظلمي ريحتها بتمور تنفخ تنفخ عالبابور كلساتا اسود مكروه ويرحم ايامك. شرع هالدار عم بينادي خدي سهار. يرحم ايامك يا جدي شو تبقى بيتوتي وجدي ستي تخبز عالتنور ظلمي ريحتها بتمور تنفخ تنفخ عالبابور كلساتها اسود مكروه. يرحم ايامك يا جدي. الله 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 يرحم ايامك يا جدي. على فكره هي الحان هيثم. هيثم خبر ثيابك على فكره. ان شاء الله ان شاء الله. تاني غنيه لا انزل يا جميل في الساحه واتمخطر كده في الراحه. انزل يا جميل في الساحه واتمخطر كده في الراحة. مالك طالع بالعاد يا مالي عمري ليال. مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي. سنة حلوة يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Oh, it's me, a girl, I said. With mustard, get up in raha.
برافو انور. مبلشين بطريقه كثير روعه. لا يعني ترككم تحذروا وهو بينهي الغناء. هلا انا مبسوط انه ابو الوليد مبسوط انه عم نربح نحن، ما عندي مشكله. بس عندي مشكله، مش عارف انه عم نربح نحن. انا عم بعمل مونتاج لخي كميل. هلا ما ضروري تخبروه خبريه. تالت غنيه. رمش عينه اللي جرح، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرح، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. ومين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي. السهر معرفش عيني والغرام مجاش في بالي، ده السهر معرفش عيني والغرام مجاش في بالي. فات عليا الحلو الاسمر، رمش عينه، رمش ورالي حبل وسهر، رمش عينه. فات عليا الحلو الاسمر، رمش عينه، رمش ورالي حبل وسهر، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرح، رمش عينه. ايوه 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 اسمنا. متعادلين؟ لا لا. ليه؟ 2-1 بعد. ليه؟ هيدا بعد. شو هون واقف؟ هيدي آخر غنية. ما بشوف غيرك يا تقبريني. أنا ما بشوف ما تقول تقبريني، ما تشوف غيري، بس ما حدا يقبرك. أوكي طيب. رابع غنية. عم يسألوني علي الناس كانوا يشوفوني شو بقول، خد مني لكل الناس طير أماكن الهوى. عم يسألوني علي الناس كانوا يشوفونا سوا سوا سوا، شو بقول خد مني لكل الناس طير أماكن الهوى. معاك نتلاقى سوا هيك. بسيطة بتتعادل. مش مشكلة، بسيطة هينة. راجعين هلا بنرجع، مش غلط. طالعين هلا بغنية لايف دغري، غنية عربي. اوكي يلا. ست كلمات، اثنين حمر، بنفتح الكلمة بنغني أو بتبلش فيها للغنية أو بنص الغنية، لازم تقطع فيها هيدي الكلمة. اوكي مركز معي؟ مشروع. أنا معك. ركز مع حي الله حدا بس مركز معي. رح بلش معكم رقم. هيدا ألف بساعدكم على فكرة من وقت لتاني. ليش الدور عندهم مثلا؟ ما فهمت أنا. بلشوا من الأول. لأنك أنت قررت أنك تتلأمن وتكون بلا تهذيب وتسأل هيك سؤال. بل بلشوا من الأول. ابن خالتك أكبر منك بدك تحترمه. مش عم نلعب نحن اثنين جميع صرنا. أربعة 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 وما رد عليك أصلا. أربعة. يا 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 لي يا لي يا لي لا يا لي يا لي يا لي يا لي لا يا لي يا لي يا لي لا يا لي يا لي يا لي يا لي لا يا لي يا لي صوتك نداني، يا لي همك غريب،
حبيب وداني يا ليل راعي الحبيب يا ليل صوتك نداني يا ليل همك غريب عندي الحبيب وداني يا ليل راعي الحبيب يا ليل يا ليل يا ليل آه يا ليل يا ليل يا ليل الله الله هيك اكيد ما بياخذوا نقطة عليا هاي وليه هالقد مغمور لانه مصر انه ما ياخذوا نقطة عليا هاي اه هيك صرت اكيد انور اذا اختفى راح انور اول مذهب من اللحم ايه 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 بعد كلمتين انور باي باي للنية اذا هيك ما عادش احكي باي باي لازم ننقي غنية رقم تاني لاخر الحلقة بدي احط الفايف خمسة بعيون الحاسدين الحلقة ان شاء الله هول هن هول هن على فكرة والله انا عم بيعرف ابو الوليد انا مع انه عيونهم كلهم حلوين عيونهم سبحان الله يعني طيب خليها على خمسه خمسه وخميسه يلا عيونك خمسه بعيون سبحان الله عيون لازم تغني مغرم بعيونك مغرم برافو ها محكوم حكمي مغرم مغرم بعيونك مغرم محكوم حبني مبرم نطرها ترحمني يوم بس عيونك ما ترحم نطرها ترحمني يوم بس عيونك ما ترحم يلي عيونك عيونك مغرم بعيونك مغرم محكوم حبني مغرم بعيونك مغرم محكوم حبي مغرم نطرها ترحمني يوم بس عيونك ما ترحم نطرها ترحمني يوم بس عيونك ما ترحم يسلي عيون انا اشتقت لهم انا اشتقت لهم هول يعني هول اغاني كثير اشتقت لهم حقيقه طب ليكوا سؤال يعني انتوا اذا بتجمعكم قرابه من ميله الام المفروض انه لا الحقيقه والدته الله يرحمها هي بنت خاله والدي نعم. هي خاله خالته لزياد والدي اوكي ف بعيطوا خالتي كان صوتها حلو كثير شو كانت تغني لك اكثر شيء كانت تغني اشياء مدائح نبويه اغاني اسمهان ام كلثوم ليلى مراد شو بتتذكر هلا هلا اذا بقول لك الوالده اعطيني حجاز الضوء حجاز الضوء مول معروف جيب لي اياه لهون فادي توعدني بسنين وايام واديني بحجك وكلام توعدني بسنين وايام وديني بحاجات وكلام ده اسمه كلام ان اسمع احسب اخبار والامس احسب الوان ان اسمع احسب اخبار همسة أحسن ألوان على كده أصبح وأمسك وشافوني الناس قالوا جنيه أو على كده أصبح بيوم أمسك وشافوني الناس قالوا جنيه يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت Yeah, yeah, yeah.
الله يرحمه. تحية أكيد. تعيش تعيش تعيش. للراحلة أكيد ولدتك. ربينا ربينا على هالأغاني. ذكرتنا ذكرتك فيها أكيد. ونحن هلأ رح نضل نتذكرها فيها. طول عمرك يا رقم. بدي أخذ رقم واحد. الله واحد. موافق؟ موافق. واحد. واحد. هلو. مليانين. مليانين. حمر بس. حمر يعني باي يعني باي خسرته. يعني باي والله ما عندنا شيء حرام عطيني شوي نرتاح شوف بدنا نختار هلا اثنين ثلاثة ستة ستة بنروح لستة مع انه مش كثير بيعني لي بس خلص نجرب يلا 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 بنجرب دي بعيونك يا مليانين على فكرة عم بقرا هيك انا من عندي يا بهية دي عيونك يا بهي ايه بس اخذوا هن العلم هن لا لا بس انا ثانك يو عم نربحكم ثانك يو لانك دلعتهم ايه ربحكم شو بيستاهل رد البيبان يا بهية دي الناس يحسدوكي داري العيون يا صبية الناس يحسدوك وردي ردي من البيبان يا بهية الناس يحسدوك داري العيون يا صبية الناس يحسدوك وما حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وقال قالوا عن بهية ظلموا البنية قالوا عن ظلم الصبية وراح وقال قالوا عن بهية ظلموا البنية قالوا عن بهية قالوا عن بهية ملاش عليك ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بنية يا مالو اللي في هواها يا عيني مالو قالوا عن بنية اللي في هواها وظلموا البنية يا عيني الرواية عيون عيون لبناني الله 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 يا مزدوج آخر حلقة من هيك منغني مع المطرب اللبناني لأن هو هيك بده يقول والنجم العربي وليد توفيق الله بريك ورجعين ما قدرت ضيع وقت رحت مشوار صغير حسيت انه ما بقدر مرق الحلقه بدون ما اهديك احلى ورد يا حبيبه انت بتستاهل اكثر من هيك بس هيدا سوفينير حب صغير مني لك يا غالي حبيبي ما يا حبيبي طول لي عمرك يا ربي خليليتي ميرسي هلا صار فينا نكمل بعتقد طول عمرك شكرا يا بحب الورد الاحمر لبقين لك حبيبه قلبي ميرسي كثير بتنقوا رقم ست كلمات اثنين حمر تفضلوا لحظة مضيعة معايا يمكن لا لا ما هني خسراني معهم ببلش معهم هلا عادة 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 نحن منبلش مع الخسرانين ايه ستة حبيتوا معنا خير شخصيتي حلوة بس اوكي شو بغير ستة. رأيه ببلش معهم ستة ستة اه ما في ما في تشانس مالها يا نو تشانس ستة نبلش كسر عظم هلا طيب ستة. طيب ضلك ما حافظين شي ضلك
ضلك حدي ضلك حدي يا حبيبي وضلك حدي يا حياتي ضلك حدي وضلك حدي يا عمري ضلك حدي ضلك حدي برافو ضلك حدي يا حبيبي باقي ضلك حدي يا حياتي ضلك حدي يا عمري ضلك حدي يا حياتي هيدي قام خلصت نقطة أنا حاسس هلا اتلحنت هيدي معلش هيدي مايا هلا لحنت أنا معلش شو منهم هود قد ما بدك خدي ألحان لكن تفضلي رقم تاني اثنين اثنين أحمر بتقول أنا جينا السول سول سول أكذب عليك أنا تقول عليا أنا نسيتك من سنة أنا تقول عليا أنا نسيتك من سنة أنا قلبي هو قلبي لو جبتيني سنة أنا قلبي هو قلبي لو جبتيني سنة قلبي ينسى حبايبه يا حبيبي مش سنة واللي بينسى حبايبه يا حبيبي مش أنا أنا تقول علي نضل نلاقي كلمات ورح نضلنا نغني لك طيب مين من الرقم اللي نقي رقم انت احمر يلا رقم خمسة خمسة فايف برافو انور قلت لك انتبه انتبه يلا ايها الحمراء تفضلوا يلا اربعة ثلاثة واحد شو رايك انا رايي ابو النور ابو النور دعيت ابو النور اربعة يلا اربعة في شو معقول تنقوا؟ ما في شي بيتغير لا تتعب قلبك يا قلبي ما في شي بيتغير تقله أبيض اسود بتقلو قرب بتشوف عنك عم يغار هيدي اطباعه وبعمره مش رح يتغير ما في شي بيتغير لا تتعب قلبك يا قلبي ما في شي بيتغير بتقلو ابيض بيقلك اسود بتقلو قرب بتشوفه عنك عم يغار هيدي اطباعه بقلبه مش رح يتغير معقول تكونوا عم تحذروا الغنية ولا بفتح بعد رقم مثلا؟ لا بنفتح بعد رقم ضلك ذكرهم فيي بفتح ثلاثة أو واحد؟ واحد؟ واحد 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 برافو
برافو برافو. رجع الدور لعندك، اكيد بتعرف الغنية. ما في بقى احمر، نفتح ثلاثة. قول ايه بعرفها. ايه شو هي؟ بس مش لحنا هلا ابو الوليد. شو ثلاثة؟ بفتح ثلاثة اكيد. ما في غير ثلاثة بقى. وشو؟ شو؟ ضلك ذكرهم فيه. ضلك ذكرهم فيه وشو بتقول الغنية؟ عن جد؟ يا بحر شو بحكي لك؟ الله. ضلك ذكرهم فيه، عجب الله. شفتها للعلامة؟ أخذتها. لك الله. يا بحر شو بحكي لك؟ يا بحر شو بشكي لك؟ يا بحر شو بحكي لك؟ يا بحر شو بشكي لك؟ وين الغوالي وينو؟ انت اللي بيني وبينو. وين دخلك رجعني ليهون، بدي احبابي داخلك. يا بحر شو بحكي لك؟ يا بحر شو بشكي لك؟ يا بحر يا ابو الاسرار، مثلك مثل الليالي، مشتاق لنا تشوف الغوالي. يا بحر يا ابو الاسرار، مثلك مثل الليالي، مشتاق لك قلبي على نار، بدي شوف الغوالي. خدني صوبن وديني، شلحني عندن وانسيني. خدني صوبن وديني، بدفعلك كل سنيني، وبقضي عمري غنيلك، بقضي عمري غنيلك. رجعني ليهون، مد احبابي داخلك. اسلام. يا وليد. وليد. يا اذا قلت لك اسامي ثلاث نجوم اليوم بالعالم العربي. نعم. من الجيل الجديد يعني. اوكي. بدي اقول عمرو دياب، راغب علامة، وائل كفوري. لمين معقول تلحن من بيناتهم؟ اللي بحس انه هلا اذا بتقلي حافظ غنيه لحدا منهم وعبالي غنيها، هيدا هيدا شيء بيرجع لك. بس اذا بقول لك لمين بتلحن؟ هلا بقدر بقدر لحن للثلاثه. ايه بس انت مين بتحس ستيله، صوته، مع انه هن مختلفين؟ بقدر لحن للثلاثه صدقيني، مش عم بمزح. وبتعطيهم كل واحد لونه؟ كل واحد بعطيه لونه. وإذا قلت لك غني لواحد منهم بتغني؟ يعني هيك عم تحرجيني أنا. طب ما تغني. أنا بحب الثلاثة لأنه بتحب الثلاثة؟ والله بحب الثلاثة. طب إذا قلت لك غني هلأ لنجم، ما بدي أقول معاصر لما نفوت بهيدي المتاهة ما بدك تفوت فيها. جريت. بقول مثلا عبد الحليم، بقول عبد الوهاب، وبقول استاذ وديع الصافي. اعطيني. اكيد ما عم بحطهم بنفس المكانه، ولكن هلا هيك اعطيني استذكرتهم. نهاوند الفا. بلاش تبوسني في عيني، دي المسافل عين تفرق، يمكن في يوم ترجع عليا.
بلاش تبوسني في عينيا دي المسافة العين تخرق يمكن في يوم ترجع عليا خلي الوداع من غير روب النار علشان يكون عندي أمل خلي الوداع من غير روب علشان يكون عندي أمل وبلاش تبوسني بعناية عم تحضر الحلقه تقول ليك مايا شو عملت فيه لا لا ما حقول ليك مايا كيف دغري ردت لي اياها وزبطت لي الوضع غنيه جديده خمس كلمات وفي وحده حمراء سو اهين بس ما رح بلش معكم اوكي انور وهيثم كيف يلا. طبعا قويه جيده حنقول شو رأي انور وحده حمراء هلا هذيك مره نقيت سته انت ونقينا اثنين بالنص خلينا الأربعة أربعة 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 قادر هيتكم أنتم بتعرفوا أكتر من اللي أنا بحلم بيه مسافر مين يعتبر حذره لا لا هي مش فينال اخذت لك غنيه اوكي ما بيأثر كمل اوكي اثنين ثلاثة هلا ملحوقه خمسة ستة في وحدة حمراء هلا لحظة بس هلا نحن ربحانين مش هيك بعدك لهلا ما ربحت بس ماشي الربح معدلين اون فوا دو شو رأيك انا بقول اثنين اثنين يلا اثنين نعطي الدور اليوم ل اثنين لهدهود تطلع حمراء كبير 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 يا هيثم يلا طب المزامير بقى كبير شايف البحر شو كبير شايف البحر شو كبير لا 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 شايف البحر شو كبير قدر البحر بحبك شايف السماء شو بعيد بعد السماء كبر البحر وبعد السماء حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي برافو الله
بدي اعتذر من الست فيروز لانه انا مش عم اتفلسف، بس انا من احساسي بهالاغنيه بغنيها بطريقتي وبعرف فيها مثل ما بدي. من محبتنا الكبيره للست فيروز ما بنعرف كيف بدنا نغني لها. صح بعتقد هي ما رح تزعل كثير منها. احسن ما يقولوا لك كيف طلع هيثم. حقك. 5، 6، و3. 3 يلا 3 3 قول ثلاثة بس ترارارا المزيكا تا تا والغنى والرأس ترارارا قسم يا نادي أقوله ليه؟ قول يا حياتي قسم يا نياتي قول يا حياتي يلا يا مايا وريني شوية يلا طبلة شوية يلا يا مايا وريني شوية البلدي بلدي لبناني شوية الأحمر يبوس الخد الناعم الديوم يا معلمة على عيني يا معلمة حبايبنا يا معلمة على عيني يا معلمة أيوة تلاتة المزيكا كميل ومال تلاتة تلاتة وبس قسم يا نياتي قول يا حياتي قسم يا نياتي قول يا حياتي يلا 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 هي إلك مخصوص نعم هيدا كله عارف شو عامل هيدا قطع رقم ثلاثة ثلاثة بس صار الدور عندكم على فكرة هيدا كله على الحمرة يعني بعد كيف إذا فتحنا بعد ما فتحنا زرقاء خمسة يا أخي الهوى قادر ماله كبير دقوا الطبل مع المزاج عرفتها؟ لا لا غريب في زعبرة لحظة في زعبرة أو دقوا الطبل مع المزامير الهوى قادر ماله كبير الهوى قادر ماله أو دقوا الطبل مع المزامير الهوى قادر ماله كبير أو خلى القمر العالي قريب خلى غريب الحي يا حبيب خلى القمر العالي قريب خلى غريب الحي يا حبيب دقوا الطبل مع المزامير الهوى قادر ماله كبير دقوا الطبل مع المزامير الهوى قادر ماله كبير الهوى قادر ماله كبير دقوا الطبل مع المزامير الهوى قادر ماله كبير دقوا الطبل مع المزامير الهوى قادر ماله كبير الهوى قادر ماله خلى القمر العالي قريب
حبيب بدو اضطرني مع المزامير الهوى قادر ماله كتير بدو اضطرني مع المزامير الهوى قادر ماله كتير الهوى قادر ماله الله 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 رحنا احنا ميرسي الله بتعرفوا شيء انا ووليد رح نروح بريك ونرجع يلا أكيد غنية عربي ما بدي ضلني أقول عربي كل الحلقة عربي هي كلمات مخربطين بس تجمعون بيكونوا جملة من غنية بتغنوها يلي سبق شم الحبق ولا برافو يلي سبق شم الحبق الكلمات ستة غنواية خمسة معقول ما عرفتها بالهوا فيني فوت دغري لك فوت من قبل ما بلش أربعة ما في شيء على غالي قلبي الميال رنت لك بالشوق موال ولا قبلك حبيت يا حياة ولا بعدك إنسان يا حياة غنت له وسهرت ليلات ولا غيرك أبدا على دقة قلبي الميال غنت لك بالشوق موال ولا قبلك حبتني حياتي ولا بعدي انسان يا حياتي غنت له وسهرت ليلات ولا غيرك أبدا على البال أبدا على البال قلبي الافراح بتاخدني لليالي ملاح على دقة قلبي الافراح بتاخدني لليالي ملاح برسم لك من الهوى غنوايا وحكاية فرح وضحكاية واكتب لك ايامي الجاية على دوبك على طرف الشام على طرف الشام زمانات مش كتير يعني من كم سنة نفست انت والرائع سلطان الطرب جورج وصوف اكيد انا بوجه له تحية واكبر بوسة مني لإله وتنفسته بايام العز يعني وقت عن جد كان في وليد توفيق وجورج وصوف بايام حلوة ايه حلوة المنافسة تعرف انه اليوم عم تتنافسوا بس خلينا اليوم انا وياك وكلنا ندعي له بهالنهار يا رب الله يشفي لنا امين يا رب أكيد. ويرجع ينور الساحه صلواتنا مسلم صح. وسلطان صح. الطرب بتحسن دايم يا رب الحمد لله بس اليوم عم ترجعوا تتنافسوا بتعرف ولا لا على طول اليوم البيست اوف تبع وليد توفيق مع روتانا اللي عم بينال اعجاب كثير ناس اكيد ومبيعات عاليه ينافس البيست اوف تبع جورج وصوف بالسوق قد ايه حلو انه اليوم انتم بترجعوا بتعيشوا هول الامور بسديات يمكن هيك بتذكرك بايام زمان اكيد بس بالروح نحن روح وحده صح طب غني له غنيه صح بلا روح وبتاع وحركات ما بحبها اعطيني سيجا سيجا لمين سيجا 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 حبيبي يا بودي يا حبيبي حبيبي انا يلي تعبنا سنين في هواك عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاك يا ولا جاي يا اللي تعبنا سنين في هواك عامل نفسه ما يعرفناش عامل العمر ده كله معاك
الوقت لما بقابله عينه ما نزلهاش حتى السيد استخسرها عم غني وقلبي عم يجعني صدقيني. لا 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 بطل حبيبي. قلبنا يجعنا سلطان الطرب رح يضل فوق راسنا ومكمل إن شاء الله. ست إن شاء الله. كلمات اثنين حمر و شو هلا انت كيف صار هيك ما بتذكر انه صار هيك ما بعرف فجأة. انا حاسس في حدا عم يلعب بالارقام هناك لا 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 كل ما بيمرق مرق الطريق ليك الارقام وين لا لا ما بتزعبر ماي ما بتزعبر اوكي طيب جريت حتى خمسة مستخسرها تقولها طيب شو نحن هلا عنا يلا شو رأيك انور انور شو خلي هو احساسه اليوم خي ما بعرف ستة ما نقينا ستة ستة انا مشي احساسه له هالمرة ستة لا هادي يلا عنجد هادي لا بطل هيك من اول وحدة طيب اذا بتبطل تحس يعني احسن بكثير طيب اوكي يلا خال خسره خسرته مبروك شو رقم أربعة أربعة أربعة, أربعة. يا يا دلع 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 للصبوحة صبوحة طبعا الله الله يا دلع يا دلع الدلع بيلع حلوين الدلع يا دلع يا دلع شو غير اليا؟ كم حمرة في؟ في بعد وحدة. يا نا يا نا. بعد شوي هيك بركي بيخف الخطر. اثنين. عن جد زعلت كثير والله عن جد زعلت يعني تضايقت هيك صرت عم تتعاملوا معي حلو هلا انا بقدر عرفت الجملة كلها تفضل كلها فيني اقولها؟ قول سرحانة ليه يا صبية ما ترد علي سرحانة ليه يا صبية ما ترد علي أبوك مين يا صبية وسكنة فين يا عيني أبوك مين يا صبية وسكنة فين يا عيني أبوك ابن الدك ما أنا ليا معاه جنبي
ما فيني بدي اسمعهم هودي اللي هيك الزخرفات الحلوه اللي بعشقهم من صغري وانا كنت اسمعهم. اني هون؟ ايه طبعا. شو قصدك من صغرك؟ زغري لانه لا مش بيعرف زغري الفني، زغري الفني. السمع في الزغر كان نقشه في الحجر. هيدي حزوره اوكي غنيه نعم منقريه اللي بيحزرها بغنيها لإلكم اكيد. اوكي انا محلك ما بقرا، انا رح اعطي الموضوع هي حبيبة قلبي بعشقها بجنون وحبها نور عيوني محلى السمرة يا مايا. والله ما قلت شو عم احكي انت دغري هيك على والله لا شو ما تقله والله بقول له ثلاث علامات يعني دب دم دب دم دب دم دب دم
عمري لله، يا ليلي وسهري لله، يا شمسي وقمري لله، سلمتك أمري لله، حبك نساني اسمي وعنواني لله، حبك نساني اسمي وعنواني لله، يا دني ودانا عاشقها أنا، يا دني ودانا عاشقها كتير. أنا سنة 8. الله. هلأ إذا بتتذكر ضرب واحدة نجوم مثلت معهم، رغدة مثلا، أسار الحكيم، ليلى علوي، ليلى علوي، صباح الجزائري الله يمسيها بالخير، مع مين هلأ عم صابرين تحكي؟ صابرين. بتحكي مع حدا منهم هلأ؟ أكيد أكيد، دايما أكتر شيء أسار وصابرين وليلى، شوف بعضنا دايما. وجورجينا وقتها مثلت قد ايه حبيتها اكثر؟ طبعا جورجينا مثلت مع ست صباح، مع صباح وعمر خورشيد ومحرم فؤاد، وكان المفروض تعمل فيلم للموسيقار العظيم فريد الاطرش. نعم. وفي حاول سكوب لاول مره، ايه تفضل، غنيه حبينا، ايه لحنها الاستاذ فريد وقتها المفروض تمثل جورجينا معه، ايه عملها جورجينا، جورجينا وقت عملت لجورجينا. لا لحظة، جورجينا للآخر، يلا واحد اثنين ثلاثة. أيوة جورجينا جورجينا حبيناك حبينا، كان عم بحبها؟ لا بالفيلم كان المفروض يطلع بالبطولة، فلحن بس الأغنية. بس بالفيلم ولا برات الفيلم؟ كمل لي السكوب. لا بس بالفيلم حبيبي. فريد الله فيلم. يرحمه كان عمره 70 سنة، حرام عليك. بيكون عمره 200 سنة ويحب جورجينا صدقني. بس هي سكوب حبيته لأول مرة كتبها ميشيل طعمي الله يعني. وهيدا السكوب رح يمرق دايما على الام تي في. جورجينا جورجينا حبيناكي حبينا. ست كلمات اثنين حمر، يلا لألكن. ايه اكيد لله. شباب لألكن. خلص خلص ضايع علي انا اربع مرات. شباب لألكن صدقني لألكن. الكون حكى هلا خلص. شو يا استاذ؟ لا لحظة، هني خسروا قبل، بدي اخذ قرار. طيب شو خلينا نمشي على رأيك هالمرة. يلا خلينا نبلش واحد. واحد. واحد ما في مني. طاني اصبر زعلني. بيروت. بيروت. بيروت؟ انت اللي بيروت. شوف شوف شو حلو بيروت، شوف شوف شو حلو بيروت، شوف 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 ليالي بيروت، شوف شوف شو حلو بيروت، شوف 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 ليالي بيروت، الله عليك.
الله على بيروت، الله على بيروت. بتضل حلوة بيروت. والحلب بيروت والشياكب بيروت والجمال تفضل. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أنا ماشي هيك بصراحة ثلاثة. لا لا ما فيك يا خالد. ثلاثة. ما فيك تعمل هيك. قال ماشي هيك بس قال ثلاثة ما قال اثنين. قلت له ماشي هيك بس ثلاثة. شو رأيك؟ أنا رأيي مش مثله، أنا رأيي خمسة. يلا شو خمسة. إذا مثل هيك كم مرة بدك تخيب معه؟ أنا مرة بخمسة يلا. هالمرة يعني. خمسة. يلا خمسة. الله. نور. الله. نور. نور. أنور نور. أنور أنا بيلك. لا. خلص خلصت الغنية. أنت نور عيوني أنت. قلبي معك وين ما كنتي. شالله جن. حافظ أكثر مني. ويطوى علي. يختوني على العصفوري شالله شالله جد يبكوا علي يختوني على العصفوري ما بتجوز غيري انت انت نور عيوني انت انت معك وين ما كنت انت نور عيوني انت قلبي معك وين ما كنت شالله جد ويبكوا علي يفتوني على عصفوري ان شاء الله ان شاء الله جد ويبقى علي يفتوني على عصفوري ما بتجوز غيري انت انت عم ربحهم ايه لا دايما رقم نايم اثنين برافو 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 أربعة شو بتقولوا؟ أربعة 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 بس أنا حبيتك 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 قلنا إياها مع إنه ما فيها بس بلا بتقول بس أنا حبيتك بس إيه يلا قولي حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبيسني مرات النوم تاركني سهراني أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك 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 تنسيت النوم يا خوفي تنساني الله يحميك حلو
مش حلو. شو نحن احلى شيء فيكم؟ اكلينا. انا قلت لكم تغنوا بس وغنيتوا كل شيء الا بس. بس بس حلوه. ايه شو بعمل؟ ست وبتبسك. وقف الحلقه ولا بكملها؟ كمل كرمالي. علي جارة من مراسلك دي جارة بس بس لما تيجي وانا احكي لك عني جارة ولا شو؟ يلا ستة ستة. راح الدور بسرت الجملة خود النور بس تراب بيروت. يلا خود النور بس النور بس تحت أرضك يا لبنان حابب والله عيش وموت. بس العلامة اسمعي لي بدي اسمعها من صوت نور. أنا زقفك كثير نور. يلا تكرم عين. هلت ليالي الهنا ونور المحب مايا وأجمل ليالي الهنا فيها أمانينا هلا وغنى نشيد الوطن وغنى نشيد الوطن البلبل الصطايح ولما عرفنا مع حباب القلب جينا تحت أرزك يا لبنان حبيب والله عيش وموت تحت أرزك يا لبنان أيوة حبيب والله عيش وموت حبيب والله روح يا 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 ويا بابور شق الموج وصل لي لبلدي بيروت يا بابور شق الموج وصل لي بلدي بيروت تحت أرزك يا لبنان حبيب شوفك يا بيروت تحت أرزك
عزك يا لبنان حبيب والله عيش وموت حبيب والله عيش وموت آه يا بابور ما تخلي بابور يسبقك على صيدة وصول يا بابور ما تخلي بابور يسبقك على صيدة وصول خد عين خد النور خد عين حبيب والله عيش وموت تحت أرزك يا لبنان حبيب والله عيش وموت أنا حبيب والله عيش وموت أنا حبيب والله عيش نرتاح شوي مع بريك ونرجع قبل شوي قلنا غنية مخربطين كلماتها حزرتوها غنيتوها هلا كمان واحدة تانية وبلش افتح ستة كامل خمسة أشوفك الله قولي أربعة قولي متى أشوفك لا 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 قال قبلك كيف؟ I'm sorry قال قبلك بعطيها لهيثم والله لا غنيها هيثم بس أنت أخذت العلامة أنا وياك من بعدك لا والله من بعدك والله قول تجي نتخانق قل لي متى اشوفك يا كامل وصفا قل لي متى قل لي وما تسمح ظروفك انسى قاسى الدنيا سعد ما اشوفك قل لي متى قل لي يا سيدي اوبا انسى قاسى الدنيا سعد ما اشوفك قل لي متى قل لي عشوائي بعد ما اشوفها قل لي متى قل لي ويا سيدي المغالي أساس الدنيا ساعد ما اشوفها قل لي متى قل لي يا سيدي مضامين وانا واه واه ودان ودانا واه واه ودان ودانا واه واه ودان ودانا واه واه ودان ودانا أموت بحبك أنا أموت عشوق أيوة واه واه ودان ودانا واه واه ودان ودانا وأنا واه واه ودان ودانا وأنا واه واه ودان ودانا واه أموت بحبك أنا أموت بحبك أنا بام بام برام أيوة بام بام برام بام 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 برام بام بام مثل ما حذركن غنية رح تحذرون غنية حلو نحن أكيد مش الكلمة رح تبلش تقري له من هون الجو حلو رواء بتزت الإبرة بتسمع رنتها بهالوادي الكبير بهالوادي الكبير طير صغير حالي. طير صغير بعرف يا طير كبير طير صغير يا مزبوط هلا قلي انه انا قلت لك قلي انه انا قلت لك ما فيني لما بيكون في موضوع لا هون بعرف كان في طير صغير
من شجرة لشجرة بيطير ربيان بحضن الوادي ربيان بحضن الوادي بعرف كان في طير صغير من شجرة لشجرة بيطير ربيان بحضن الوادي ربيان بحضن الوادي ومرق الصياد يبكير صرخ صوت سلاح كتير وتخرسن طير الشادي وانا قلبي مهلك يا عصفور من ولف جنحه مكسور في عالم بالحب بيوع عالم مثل الصياد قلبي مثلك يا عصفور من ولف جنحه مكسور في عالم يا طير من هالدنيا قل لي الخير فلن واطير الغابي واطير الغابي ونفس الحالي انا وياك ناطر وحدي عالشباك ناطر وحدي عبوابي ناطر وحدي عبوابي بعرف عم سبكي يا طير وحدي عالشبان ناطر وحدي عبوابي ناطر وحدي عبوابي وانا قلبي مثلك يا عصفور من ولف جنحه مكسور في عالم بالحب طيور وعالم وانا قلبي مثلك يا عصفور مكسور في عالم بالحب طيور وعالم مثل الصيادي وانا قلبي مثلك يا عصفور جنح مكسور في عالم بالحب طيور وعالم مثل الصياد قلبي مثلك يا عصفور جنحي في عالم بالحب طيور وعالم مثل الصياد الله برافو وي وي عالم مثل الصيادة قديش حلو وقتها نجم مثل وليد توفيق بينال ميدالية فضية في استوديو الفن فضية وبينجم أكثر من الميدالية الذهبية يعني قديش مهم بالحياة إنه الميداليات والجوائز وكل القصص هو اللي فاني حب الناس يا مايا والنجم والصدق شو كمان و هلا بيختلف بقولوا زمان غير اليوم ايه لا هو زمان غير اليوم لا لك بشو بس ولو كنتوا اقوى بكثير بشو لا اليوم لا. نحن بثانيه الانترنت بتبعتنا على الصين مزبوط انتوا كنتوا تتعبوا وكل الناس تعرف فيكم بس كان صوتنا يوصل على الصين من غير صح. ما تشوفونا اكيد صح. ما هذا اللي انا عم بقوله كرمال هيك كان زمن اصعب لا بس مش معناتها اليوم ما في اصوات لا أكيد. يعني أنا في أصوات كتير بحبها وشايف في أصوات غنية جدا لكن في شغلة إنه اليوم اللي ما معه إمكانيات أو شركة وراه يعني شوفي هالصوتين شو حلوين فعلا مش عم جامل يعني صح. صوت رائع وصوت رائع وشباب ايه والله. محتاجين بس شركة أو دعم أو ناس تتوصلون الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام مظبوط you're right والنجم ثم النجم ثم النجم هاي هاي بقى هاي بدي اقول لك شغله الله يرحمه الاستاذ جورج ابراهيم خوري قال كلمه مهمه كثير الصحفي الكبير طبعا طبعا اكيد النجوميه والكاريزما هاي من رب العالمين اكيد هذا بيخلق من
من عند امه معه كارت هيك من ربنا. مش بس المغني، ان كان حضرتك كمقدمه برامج، كدكتور طبيب بيكون، رئيس جمهورية بيكون عنده كاريزما، بيحبوا الناس اكثر من افعاله. كاريزما فهي من رب العالمين، الحمد لله ما حدا بيقدر يجيبها ابدا. جبتها منيح من رب العالمين. نعمه. هلا في بيكتشرز، يعني صور، بنفتح الصوره، من الصوره بنغني. كيف ديل سافا؟ سافا. رقم البلكوني ستة. بما انه الغنية عربي بتبلش من هون. venir او to come، يعني اجا جاي. تعا ولا تجي اي صح؟ من عندنا، من هون، من عندهم، من عندك. تعا ولا تجي واكذوب علي. كذبي مش خطيه. وعدني انه رح تجي وتعا. وعدني انه رح تجي وتعا. تعا ولا تجي. الله الله الله. قول خمسة. 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 ولادي اللي عم بيلعبوا بالرمل او بحر او بالتراب او عم بيحفروا، فيك تغني ولاد، فيك عم تغني يحفروا. انا بقول يا بحر. شو كمان قاعد قاعد الطفل عم يقول يا بحر شو بحكي لك وعم ينكش. اخ يا بحر شو بحكي لك. بس غنيناها كمان. طيب يا رفش. بقول عندك بحريه. يا ريس سمر شرقيه. يا ريس والحفر كويس. جيد جدا. يا ريس حبيبي. يا ريس. حلوين هول الاجوبه. جمل جمل. ايه احلى احلى. شو بتقول هيثم وانور؟ انا بعطي انور هلا. انا بقول اربعة، شو رايكم؟ انا بدي اعطي هذا. هيك مشي. ها؟ هيك واحد قول واحد. ايه ما في احمر. ما في احمر. ما في احمر. نعرف الغنية اسرع. عشو محتارين؟ واحد يلا. احفر له. واحد. في واحد بدي اطلع على فكرة. اللي بيعرفني. انا عارفه. اونلي. اونلي. يعني بس، يعني فقط، يعني بس 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 لما تيجي وانا احكي لك حافظها على اللي قرأناها على اللي قرأناها. انور الك واحدة. ليلي عيدت. ليلي عيدت. الك واحدة. بس اونلي. ليلي عيدت وحدك حبيبي. بس انت بس كوردو اعمل معك. وقمر الزمان. هاي بناء على طلبهم. الليل عيني وانت بعيني. الليل عيني بس رجوعي. والليل عيني بعيدي. الليل عيني بس رجوعي منو بين. ايو غيابك دوب قلبي حنين. دوب لي حنين مثل شموع المحرورين. وغيابك دوب قلبي حنين. دوب لي حنين مثل شموع المحرورين. برضى كفي عمر حزين. إذا أنت بتكوني سعيدي. برافو برافو. ضبط القصة. هاي غادة. خلص غني. أربعة. أربعة. شجر. أنا وضع بشوف الشجرة والخضار. لبنان. لبنان الأخضر. لبنان لبنان. كان أخضر. كان أخضر بده يرجع أخضر. إيه راجع راجع يتعمر.
ابشع شغله انه لبنان اذا بطل اخضر طبعا ما فينا نرده اخضر. كرمال هيك بدنا نقول له عم بحلمك يا حلم يا لبنان، انت الهدايا بالعيله والكاس شي انه انسكن والكان بالبال بعد ما كان يا لبنان. برافو برافو. اها شو المفروض تكون؟ شو صارت الغنية؟ شو مف شو 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 صارت الغنية؟ الف وباب وبي او لك ايه؟ اهلا مرصاص ومحايد. شو شو ما في؟ الف وباب وبي بالكون؟ الف وباب وبي اهلا مرصاص ومحايد انا بكتب الله يرحمه. ألف وباب وبين قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح أنتو بتقروا وراي. أنا عرفت الغنية الفينال. رح أفتح تو وأقرأ الغنية. رح أقول كلمة منا. بقول ولا لا؟ قولي. تيجي عارفين أسامينا وبس. ايه طبعا. شو قال عنه فيني هي العلامة. شوفوا مين بده يغنيها. بس انا تيجي نقسم القمر انا نص وانت نص، تيجي نرسم على الشجر حرفنا سمينا وبس، تيجي نقسم القمر انا نص وانت نص، تيجي نرسم على الشجر عارفين اسامينا وبس، وتيجي نسهر كل يوم نسهر النجوم، تيجي نسهر كل يوم ونسهر النجوم، ندوس على النجوم علشان نسهر، تيجي نقسم القمر، تيجي نقسم القمر، تيجي نقسم القمر انا نص وانت نص، تيجي نرسم على الشجر عارفين اسامينا وبس، تيجي نقسم القمر
يجري جريش ملويني تاي فراش البساتين يفراش البساتين تجري جريش ملويني يجري جريش ملويني زي فراش البساتين الدنيا اتنين حلوين انا وانت اجمل عاشقين الدنيا اتنين حلوين يا ليه اجمل عاشقين حنعيش وحننسى والجرح نلاقي دواء حنعيش وحننسى والجرح نلاقي دواء ده اللي ما يعيش الحياة خطوته تبقى السفر تيجي نقسم القمر تيجي 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 نقسم القمر أنا نص وانت نص تيجي نرسم على الشجر حرفين أسامينا وندوس على الهموم علشان ننسى تيجي نقسم القمر تيجي تيجي نقسم القمر وتيجي نقسم القمر تيجي تيجي نقسم القمر وتيجي نقسم القمر تيجي تيجي نقسم القمر ثانك يو يا قمر ميرسي بريك وراجعين الحلقة بقلكن انه هيدي اخر حلقة لهيك منغني تنتذكر ضيوفنا بهيك منغني 244 ضيف على مدار كل الحلقات بهيدا الريبورتاج قلبي بحلف لي يا بيها حينا يا صغيري انت مسهرني الليل عيني بترف يا حبيبي عيني بنسيت لك كل كلام تاني وصغير روح احكي فيها ايام اللولو مستنياك يا روحي بشوق لوني شو صاير بلد العيد ايه والله انا عايز منك اوعدك يا حبيبي وانا يوم توبا كنت احبك تاني توب روكسان شخص مرق على مسرح هيك منغني بالإضافة طبعاً لضيوفنا الليلة وللنجم وليد توفيق يعني شرفتونا أكيد هلأ غنية
كلمتين ببينوا منا بتحذروا الغنية الفينال. Okay. شو رأيكم؟ اللي بيحذر بغني على السريع على طول. بس يا مي عم تعودين عليك حرام تفلي يعني. لا أنا رايحة معك. لا تعودني عليك وتعلقني فيك. فلي معك هلا أنا روح. كلمتين. وقمر الزمان. لا. وحدك حبيبي. برافو. الله. 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 وحدك حبيبي قمر الزمان. قربك نصيبي وبرك أماني. انت حبيبي قمر الزمان. قربك نصيبي وبرك أماني. صوتك ذكرياتي وعدي وعد. صوتك وعدي. صوتك ذكرياتي وعدي وعد. مازال هيك مازال وقفته فجاه. ايه؟ بدي اقول لك شغله. غنيت للكل الليله. ايه؟ بس انا طميعه كثير. قولي. وضروري ضروري ضروري تغني للست ورده الجزائريه. اه بدي اترحم عليها من كل قلبي. اكيد كلنا. وبقول لست ورده قالوا عني بالزمانك من مدي اني قلت لها وقفي هنا. ما صحيح هالحكي كان. وكان اخر مكالمه بيني وبينها الله يرحمها وبقول لها انه روحك معنا وصوتك معنا وعشنا على اغانيك واجيال واجيال رح ستغني اغاني وترددها محل ما احنا هيك على الريح. احنا مش هيك كانت تحب الفرح هي كثير. قلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي. قلبي سعيد فرحان فرحان. على امل انه نضل نردد اغانيك كل حياتنا يا رب وجودكم. كلمتين. كلامي منامي. كلامي منامي. كلامي منامي. لقاله مش لقالنا هلا. لمين بيحذر؟ اه كلامي 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 منامي. انت غرامي انت زيك مزبوط؟ ايه مظبوط. داش نغمة بس حجاز النوى. انت غرامي انت ساكن احلامي انت ملك ايامي حتى يا اغلى حبيب. كل كلامي عنك لفي منامي بعينك. اعطيني علامي منك تبقى غرامنا كلنا. طول عمرك يا رب. تحية لإلك ولوجودك معنا. طول عمرك حبيبي. حضورك كان رائع. نجمك ما بيتغير. الله يخليك. أغانيك بتضلها خالدة. نحن منحبك كثير. شرفتنا بآخر حلقة من هيك منغني. ثانك يو. إن شاء الله تكون بداية. إن شاء الله يا رب. هيثم زياد
يعني بتعرف وقتها بتكون الكلمات ما عم تطلع وشهادتي مجروحه. انت حبيبه قلبي ليلى مجروحه كثير صدقيني. بتعرف انا بحبك. انا بنبسط كثير 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 وقت بشوفك. كيف ما بكون انا معك بالحلقه. شرفت هيثم. ميرسي. انور نور بسطت. ميرسي لك يا مايا. حلقه وليد توفيق وهيدا تاني مرور لإلك، إن شاء الله يكون كان حلو وعلى ذوقك. أكيد أكيد. وإن شاء الله موفق بكل شيء بتعمله جديد. ريمي غانم ميكسيم أكيد. بس الغنى كمان ناطرك، ما تنسي. إن شاء الله. أكيد رح تختمه أستاذ وليد. حبيبي. شو بتحبه؟ بدي أقول للشباب أنا إن شاء الله إحساسي انه النجوم واعده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بدي اشكر عازفين البيانو الكبار اللي معنا. هادي الف ثانك يو. وانا بدوري بدي اشكر الويتيا مار وكل الشباب اللي كانوا معنا الليله. ومدير المسرح الله يخليك. اديب. اديب العظمه دي كلها. اه يا اديب يا اوبا. الله. وشكر لاكبر. شكر لمين؟ شكر لأكبر إلك. مرسي وليد. وللإم تي في وكل العاملين فيها. كل العاملين فيها وعلى راسهم واللي بقلبهم جوا حبيبنا ميشيل المر. تحية. الكاميرا مني عم بيطالبوني بتحية. أنا من هيك منغني ومن آخر حلقة بدي أتشكر كل شخص اشتغل وتعب بكل شيء له دعوة بهيك منغني، من إعداد لبرودكسيون، كاميرامان، إضاءة، صوت، جمهور طبعاً، ما بدي أنسى حدا، وإن شاء الله ما أكون نسيت حدا، مخرج، بروديوسر، يعني يعطيكم ألف عافية، هيك منغني هالمرة بيروح بس ما بعرف أيمتى بيرجع. لا راجع راجع. فتلوا 100 100. هاي بدي اديها لكميل. هاي يلا طلبها. ولا تعودني على وتعلقني فيه، تغفيني بعينك اوعي وما الاقي. يا اخي لا تعودني علي وتعلقني فيه، تغفيني بعينك اوعى ولاقيك. يا ما لا 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 تعلقني فيك، لا تعودني عليك وتعلقني فيك، تغفيني بعينيك اوعى ولاقيك. يا ما لا 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 اللي تعلقني. يلا روح. شو بتفيد الوردة ما إلها ندى، ولا تتركني وحدي ما عندي حدا. شو بتفيد الوردة ما إلها ندى، لا ولا تتركني وحدي ما عندي حدا. شو بتفيد الوردة ما إلها ندى، حبيت الهنا أغلى عمري أعطيتك.
Please.